مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. شهد الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بروز موهبة جديدة من أصول جزائرية خطف الأضواء مع ناديها الحالي نادي فولهام الإنجليزي، ويتعلق الأمر باللاعب الشاب زياد لركش صاحب 19 سنة. هذا اللاعب من مواليد سنة 2002 بفرنسا، أصول جزائرية من جهة الأبوالوم وتحديدا من ولاية جيجل. تكون اللاعب لركش في مدرسة التكوين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية، وذلك إلى غاية سنة 2020 لينتقل بعدها لصفوف نادي فولهام الإنجليزي وتحديدا لفئة الرديف أي الفريق الثاني لنادي فولهام، أين أمضى معه على عقد يمتد لمدة 3 سنوات أي إلى غاية سنة 2023. مع العلم بأنه يلعب في منصب ظهير أيسر، يتقن اللاعب برجل اليسرى طوله 1.88 متر، يشبه كثيرا في طريقة لعبه للاعب رايان هايت نوري، وذلك نظرا لإتقانه الأدوار الدفاعية، دون أن ننسى نزعته الهجومية، حيث أنه تألق بشكل لافت للانتباه وخطف الأضواء خلال الموسم الحالي، حينما شارك 22 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف أخرى، وهو ما يبين النزعة الهجومية لهذا اللاعب الشاب. وللتذكير فإن اللاعب زياد لركش سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في العديد من المرات وفي مختلف الفئات العمرية، آخرها كان استدعاؤه لصفوف المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 20 سنة، وذلك في مناسبتين. كما يجدر بالذكر بأن والد اللاعب زياد لركش هو من رفض مواصلة ابنه في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظرا لكون نادي بي اس جي عرض عليه إمضاء عقد لاعب متربص، وهي الفكرة التي رفضها والد اللاعب وفضل انتقاله لصفوف نادي فولهام، أين أمضى على أول عقد احترافي، وذلك من أجل تطوير مستواه أكثر فأكثر. صحفتكم.